السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا في فيديو جديد، حلقة جديدة عن فورتنايت. بهذا الفيديو راح نحكي عن طريقة تحصيل سكن شجرة، ومثل ما تكون شايفين وفي بلاد مشهور بنزل كتير سكنات حلوة متاعها، خصوصا هذا 800 كتير خرافي. إذا تحبوا تشتروا يعني جدا جميل، ولا تنسوا طبعا تستخدم الكود S70. هلا خلينا نحكي لكم شلون كنت تحصلوا سكن شجرة مثل ما تكون شايفين، وطبعا تقدروا تحصلوه من الهدايا، بس الشرط الأساسي لازم تكون لما تحصله لازم يكون عندك حق لك تفتح هدية، يعني بعد ما تصير الساعة 4 أو 5 حسب توقيت بلدك. بحق لك تفتح هدية، فلازم تروح على الشجرة وتعمل مثل ما انا عم بعمل بالفيديو تماما وتعمل فتح. طبعا اذا كنت فتح هدية ما راح تقدر تفتح الشجرة، لازم تستنى لتاني يوم حتى تقدر تحصل الشجرة. هذا السكن كتير جميل وخرافي، فحبيت اشارككم بهي المعلومة واترككم كمان مع جيم بلاي خرافي، لانه صار لي كم يوم ما نزلت فيديوهات بسبب عندي شوية ضغوطات وعندي شوية شغلات، وحبيت اشارككم بهي المعلومة مع فيديو صغير. وشكرا لحسن المشاهدة، ولا تنسى طبعا بعد ما تفرج على الفيديو تحط اللايك ومشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناوي يتقدم؟ اسرع عيط. ايوه يا استاذ دينا فجر. ده مش غلط بعيط. والله وحش خلتك. شوف شو وضعك؟ عجيل لي شلون انا وين؟ نعم والله بلعوا. واحد بس. ونيك. نايس. لا تضرب على الفاضي. السقف الثاني وروح اخبطوا ار بي جي كنت. ار بي جي نزلوا. اللي سبرايز. انتبه هذا السلاح الزبالي. ار بي جي. يا حرام يا زلمه. ما هو هذا الشوت جان الزبالي هذا. لا ما كنا. يا ملك. منزلين هلا عرض 144 حق 1450. هذا مع تكاتل ومع ادم 500 واحد هون. في معك في تكتيكال زياده لي؟ اي ام سي اي. لدعته. هذا بط هذول. مش كان الله. هذا انا لحظة ايش رميت؟ ايش هترمي؟ هذا معنا ولا ضدنا؟ انا ضدك سير بسرعة وش المعلومية. لا بتزبط تاكل بس طل. طب عطني اياه احكي ما بتبيته خليه يقتلوني. كانوا معي بس انا ما رميت لهم صير. اوه هاي الجيش تبعه. حددت لك عليه. اوه هاي الجيش تبعه.
حددت لك عليه. والله قاعدين بخلطوا صار. والله قاعدين بخلطوا صار. ايش هذا صار عندهم ايم؟ يلا 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 يا اصدقاء يلا امسحوا امسحوا سيلبس هذول كلياتهم امسحوا. ايش هذا صار عندهم ايم؟ يلا 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 يا اصدقاء يلا امسحوا امسحوا سيلبس هذول كلياتهم امسحوا. سيلبستر جيب فنامل مشان الله. هيهم عندي هيهم عندي انا خبزوني تخبيز. ايش هاب وحد الله من وين هالطول. والله قديش رميت قنبلة يا جنرال. رميت قنبلة يا جنرال. يا ليش ما معطيني شيء؟ ما معي هيل ما معي شيء. لا لا لسه عندي 20 19 30 39 40 41 عندي. جد؟ اه شفته 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 شفته. الباي 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 حولوا كل هذا يا ليل. فهمت الخطة إذا واحد شافهم كل بنعمل اتصال الثاني. ايش هذا؟ مين غير مين غير تيم؟ حسين ايش؟ حسين لعبت الاعدادات؟ لا مدري انا اللي دار يا مستر بدا بيدك عم يضربوني زي مثلا تعهد مني. صاروا شادين صاروا كل شيء يعني صار في خلل بالذكاء الصناعي. راح احتل هونيك كمان. والله العظيم عم تم لايف عم اشوف مدري ما بعرف هاي انا جيت عم برمي الزومي كمان عم برمي البتابيت تبعيتي مدري ما بعرف هاي انا جيت عم برمي الزومي كمان عم برمي البتابيت تبعيتي ايه مشلدين هذول. يا بتابيت هل انا سويت مجزرة هون ذبحت كل تبعين بس خلاص يا حسين. وين وين حدد علي حدد علي بالله والله ينعم شكلك يا سيلفستر.
مين هذا عم يخلط؟ عبدو. لا تاخذ مس. قاعد برمي قاعد برمي انا رمي. والله جاني له وقفت رجعت. جاني له وقفت رجعت. الله لك يا انجولا ما راح. ايه مظبوط. ايه بالسيارة يا بس مات. زيت شو؟ بابا بزوني البوتات زيت. والله عظيم لك. لا عن جد يعني. لا عن شكلك، لا عن شكلك، هذول صاروا اقول لك هلا. وحش. انا رميته انا اخذته. رمى. طب خلنا بس اجرب الشيء، خلنا بس اجرب الشيء بكشي. ما يا ليل ما عجبني شيء ابدا عن شكله. يا اخي خلنا بس اجمع معك. يا ليل عبدو شطر بضربني اياه. يا عن شكلك يا سيلفستر. انتو اثنين خضرة مفروض موهبة بناية لنا كلياتنا. عن شكلك. طب شوف هاي هني رميت الار بي جي. والله ما معانا رصاص، والله ما معانا. يا سك قاعد لي. مشات لك مشان ايش؟ يا اخي ماني شايفك اقسم بالله. ماشي بيدخل تحت يمين يسار. يا اخي ماني شايفك اقسم بالله. ماشي بيدخل تحت يمين يسار. انا غلط دمك وان شاء الله. ان شاء الله بعد بيتي تدوك. ان شاء الله بعد بيتي ما يدوك. انا ارجع فورا.
هذي مصوره. وقعوه طط هيستر دمج لاندي. آه شكلك يا شرف اف دمي واحد عامل لي اف قتل اثنين منك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.